أكتو كونسو. أكتو كونسو معاكم في الشارع التونسي اللي مكملين حتى الماضي ساعة معنا من لوتاب سي يحيى مصمودي. عسلامة سي يحيى. عسلامة، مرحبا بك. شنو أحوالك؟ الحمد لله. دونك أنتم حذرتوا كالاتحاد الوطني دونك الفلاحة والصيد البحري من انهيار منظومة الألبان، قلتوا كان نكملوا هكا نبيعوا الأبقار الحلوب ونتخلصوا من المواشي، رانا ماشيين الأزمة. هذا معناها الكلام هذا ديجا لينا قريب معناها توا 6 شهور بالضبط، احنا نقولوا هذا من قبل سيد رمضان. ايه. قلنا راهو ثم طفرة معناها بيولوجية صارت في الحليب في الفترة نتاع جان في فيفري مارس افريل، ولكن راهو معناها شهر افريل راهو باش يصير معناها نقص في الـ في الـ في, الـ في الحليب جست باش نكونوا على الحد الأدنى للاستهلاك. وهذا نبهنا فيه في جوان. قلنا تو رانا اللي نجوه نستهلكوه. وراو تجي فتره بتاع الباس لاكتاسيون هذه اللي في سبتمبر واكتوبر بطبع معناها طبيعيا وبيولوجيا البقره تنقص الحليب. مع انه احنا زيد اليوم نشوفه في التكسه نتاع الفلاح 6 شهور وهو ينادي يقول راه وليت راه يمكن معناها بالتكاليف نتاع وزاره الفلاحه هذه راهي. مش غير معناها مش هذه ارقام مش احنا اللي عملناها، وزاره الفلاحه واللي هي 18150 مليم اللي قرابة 1500 معناها 500 مليم وخسارة في سعر القبول اللي هو 1340 مليم. هنا بيدو وزير الفلاحة معناها كسوا في المنابر العالمية وكسوا في رئاسة الحكومة نبه للشيء هذا وقال راهو الفلاحين قاعدين يخسروا. راهو القطيع قاعدين اليوم وسمت فلاح مش معقول باش يبقى يربي في حاجة قاعدة تخسر. معناها أنت استثمار في ميدان الأبقار هو يبقى استثمار. 5 بقرات تعيش عائلات اجتماعيا، معناها هانو شاد لك الفلاحة وشاد لك معناها المدن الداخلية والمدن الريفية والمناطق الفلاحية ويخفف على المدن، وثانيا هو استثمار لك العائلة هذيك اللي تعيش منه. إذا كان اليوم أنا أي إنسان يعمل مشروع مش معقول انه يكمل فيه وخسر. اليوم 6 شهور الفلاح نتاعتنا ونحن نقول لهم ما هم باش يزيدوكم، احنا دورنا كمنظمه نوعوا الفلاح نتاعتنا ونأطروهم وفي نفس الوقت نحاولوا انه نجيبوا لهم الحقوق نفتكوا لهم الحقوق نتاعهم. المره هذه وزاره الفلاحه متبنيه للزياده ورئاسه الحكومه لا تحرك ساكنه. معناها احنا اليوم وكأن نقول لهم بروا بطريقه مباشره، معناها مباشره وقت يتعرض الملف بتاع الحليب مرتين على رئاسه الحكومه وما تصير الزياده في الحليب، معناها كان نقول لهم بروا فرطوا في القطيع نتاعك. اي معناها هما قاعدين يبيعوا فيه بالخساره. عارفين معناها ايش يراه. اللي كان احنا فيهم ما قلنا راهو ثم تهريب وراهو ثم كذا وراهو ثم كذا، راهو قبلها ثم تفريط، راهو ثم يلزمنا نعرفوا اصل المشكل. اصل المشكل انه الفلاح فرط في الابقار نتاعو. علاش قلنا احنا مع الباس لاكتاسيون مع التفريط في القطيع اللي قاعد صاير تو في الاسواق ومعناها والفلاحه قاعدين يبيعوا، وهذا معناها الدوله في بالها به وعيونها في بالها به كله قاعده تترفع عليهم تقارير انه راهو البقر بصفه غريبه قاعد يتباع في الاسواق في الفتره هذه. ايش باش تلقى في سبتمبر ولا في اكتوبر الباس لاكتاسيون؟ اذا كان احنا اليوم ننجي قد اي معناها ازمه الحليب ما زلت باش تتواصل اذا كان ما تكلمنا على النسق هذا. اذا كان احنا نجوا اليوم كما قلت لك تو برانسيب راهي صارت الزياده منذ 6 اشهر. قداش 6 شهور شوف قداش فرط الناس في القطيع نتاعها. انت تعرف الغلاء الاعلاف، تعرف اللي صار من جفاف للعام الرابع على التوالي، معناها راهو نقولوا العام الرابع على التوالي مش كل عام الاول والثاني ينجم يقاوم. قريب 5 سنين جفاف توا. 4 سنين ورا بعضهم جفاف. راهو دمار شامل للفلاح. انه هو ينحمل العظم ما عادش ينحمل الحمل. قداش ذكرني قداش طالبين زياده في اللتر؟ احنا في حدود 500 مليم على الاقل باش نكونوا في حدود التكلفه. معناها ماناش طالبين فهمتوا لا الفلاح اليوم عام ما يخسرش. 500 مليم. حافظوا على القطيع اما ما يخسرش ونحافظوا على المنظومه اما ما يخسرش. فهمت. اليوم الصناعي راهو مش باش يلقى فلاح مش باش ينجم يصنع لك، ما عندوش مين يصنع لك الحليب. راهي البقره الحاجه الوحيده في الدنيا اللي تجيب الحليب البقره. فهمتني؟ اذا كان احنا ما نحافظوش على المنتج وعلى الاقل نوصلوا للتكلفه نتاعه وهذه تكلفه وزاره الفلاحه. وكما قلت لك معناها وزير الفلاحه كان متبني يعني للفكره المطلب نتاعنا، لكن رئاسه الحكومه بصراحه ما تملصت من الزياده لظروف ماليه لظروف اقتصاديه لا نعلمها نحن. لكن احنا انا قلنا راهو في الظرف القادم
راهو ظرف دقيق جدا. راهو الفلاح معناها في الست شهور ولا الخمس شهور اللي فاتوا راهو صار تفريط كبير في القطيع. رانا داخلين على فتره البسلكتاسيون، هذه نقص الانتاج الطبيعي والبيولوجي في سبتمبر اكتوبر نوفمبر. راهي الفتره هذه دقيقه جدا، اذا كان اليوم احنا مع الاقل ما تصيرش زياده باش نشدوا ما 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 نجموا نشدوه. ما يصيرش تفريط، يولي على الاقل هالمشروع هذا حتى كان ما يربحش ما يخسرش. هو حسب رايك رئيس الحكومه رافضه زياده، لانه كان معناتها الفلاح باش يزيد من شيرته، يقول لك هما باش تزيد في سوم الباك، ودونك يمكن خايفين معناتها حسب رايك هذا سبب. هذه لربما هذا سبب من الاسباب. كيف كيف هو يتسبب بسبب معناها ما نجموش ننكروه نحن، اللي هو الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكن راهو يلزمنا نفهموا انه راهو الوضع القادم اذا كان، وديما نقولوا فيها هذه، راهو اليوم زياده كافحه شوي وقت تعطاها للفلاح تشجع بها المنتج، اما راهي تنفعك بعد على مستوى قريب او مدى متوسط او بعيد وقت انت ما توردش الحليب، وقت انت ما تمشيش توردوا باقل شيء 3 دينارات تونسي. بانورو اقل شيء في العالم كله، اقل دوله توردوا لك بانورو. وين انت اليوم كنت 518 140، راهو خير لك من انك توردوا ب 3000 فرنك. اي ليه اكيد اكيد باش تزيد تتعب اكثر معناها. هوني نحكي فما نقطتين، دوك الابقار ساعه اللي يتعبوا عليها ويربيوها الفلاحه، ومع العلم انه سومها غالي ديجا كي تشري، اليوم كي قاعده تتباع وين تمشي لشوي، شكون قاعد يشري فيها، وين قاعده تتباع؟ هي شوف واضحه راهي من تمشي. واحنا معنا الدوله في بالها، واحنا ديجا نبهنا الموضوع هذا لان موجودين في الاسواق كفلاحه ونشوفوا معناها الشيء اللي صاير، انه نقولوا راهو اليوم ثم بلدان شقيقه معناها خاصه الجزائر راهم مراهنين على الساحه نتاعتهم، وراهم عاطين تشجيعات كبيره للفلاحين نتاعهم في خاصه في منظومات الحساسه ومنظومات السياده اللي هو الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، راهم مراهنين وعاطين معناها للموضوع هذا اهميه كبيره واستثمارات كبيره وتشجيعات كبيره للفلاحين نتاعهم. اللي صرت اعز بلاصه واعز حل انه يهبط لتونس ويعداها مثلا يشريها ويعداها للجزائر. بالضبط هذا معناها هذا اللي قاعد يصير. البيئه نفس الريسك معناها الطقس نفس فهمتني؟ معناها ضامن 100% باش تنجح. معناها وكأننا قاعدين ننقلوا في منظومه ناجحه جدا الى بلد مجاور، معناها احنا ما عندناش مشكله مع البلد المجاور. ليه بالطبيعه مشكله مع بالطبيعه انت تخمم في مصلحه التونسي قبل الفلاح التونسي. هنا سؤالي، المتضررين اكثر هما الفلاحه الصغار ولا لي غران زيلفاج زاد كلهم معناتها متضررين؟ هما راهم الكل، لكن نسبه 80% فلاح صغار. اي وفلاح صغار كما قلت لك قباله، راهو ثم مشكل اجتماعي اخر باش يبان. راهو اللي كان عنده 4 اولاد ولا 4 بنات وهو ومرته ومعاملين 5 بقرات ولا 6 بقرات يسترزقوا منهم يدخلوا منها في 1.5 مليون ولا 2 مليون، راه باش يهبط لك كله بعائلته للمدينه. وراهو باش يولي نزوح، وراهو باش يولي معناها امور اخرى. معناها هو ديجا شاد لك الارض، شاد لك راس المال نتاع البلاد. فالفلاحين هم ملاك الاراضي راهم. اي تجاوزنا ازمه الحليب معناها، وتعدينا هوني الحاله الاقتصاديه والاستجتماعية نتاع فئه معينه من التوانسه اللي اليوم باش تلقى روحها في ازمه. قرابه معناها احنا نحكوا على معناها قطيع يقدر ب 200,000 فهمتني؟ معناها قرابه 120,000 عائله. اي معناها اليوم راهو رقم خايب برشا. اي قاعده تتفرط في ابقارها، ومعناتها باش يبيع البقره معناتها نتاعه وبعد سومها شنو باش يعمل بها، معناتها باش تمشي الفلوس هذيك باش يقعد هو معناتها من غير حتى شيء، هذيك كانت رسميه. من غير حتى شيء، وحتى كان باش يستثمر لك في مشاريع اخرى في المدينه تجاريه. ايش حلقه ولا حل كذا ولا حل كذا، فهمتني؟ معناها سايب لك الارض وسايب لك الانتاج النباتي وسايب لك الانتاج الفلاحي. معناها ككل، لانه هو بال يلزم يزرع القمح ويزرع الشعير ويزرع كذا ويزرع العلاف ويزرع كل مربوط ببعضه. وينتج في اللحوم الحمراء، معناها منتوجات كلها بتاع السياده. اي معناتها في السياده قاعدين نضيعوا في منظومه كامله. واليوم نهملوا قرار كما انه ندم ولو موجع القرار هذا. لكنه راهو باش يربحك منظومه ناجحه جدا في بلادك. اكيد. تنتظر، واحنا رينا مثلا في منظومات اخرى صناعيه او سياحيه باش صار في المغرب باش هزوها منا، باش اليوم احنا معناها ولينا معناها استغلوا حكايه الثوره وهزوا منا برشا حوايج.
كم نخسر الحليب؟ او كسوا اسواق اخرى معناها في السياحه، فهمتني؟ معناها يلزمنا نفهموا الشيء هذا. انا نقول لك ديما راهو انا ما عندي مشكله حتى مع حد، ما هي بلد مجاور، لكن عندي مشكله مع انت مهمتك مصلحه الفلاح التونسي، وين وين منظومه الحليب التونسيه اللي كما قلت باش تنهار. يظهر لي زاده فما مشكله اخرى نتاع اطباء بيطريين، اذا كان فهمت مليح معناها. اي تو الاطباء البيطريين شو مشكلة؟ انا معناها باش تولي مشكله اخرى كيف كيف. معناها مشكله حتى العمل تاع الاطباء تاع البيطريين معناها مربوطه ببعضها، كلها مربوطه ببعضها. انتاج نباتي باش ينهار، انتاج معناها الفلاحي الكل، راهو كي نحكوا على الابقار ولا تربيه الاغنام، رانا نحكوا على القرط، رانا نحكوا على الاعلاف المركبه، رانا نحكوا على منظومات كامله. أيه. من متركبه من الاعلاف للمياه باش تنتج الحليب، يلزم الماء ويلزم العلف ويلزم العلف الخضراء ويلزم الانتاج النباتي ويلزم القرط، هذا كله باش تبقره تنجم تنتج كيف حليب، وهذا كل منظومه كامله باش تنتج. أيه. القرط يلزم قمح وشعير. أيه. معناها اذا كان قمح وشعير ما ثماش، معناها شوف انت شوف. أيه. كله مربوط ببعض، كله مربوط ببعض، سي اون شين افكتيفمون، معناها هي شين ومنظومات مربوطه ببعضها، واحنا ما نحبوا حتى منظومه تنهار. اي حتى منظومه. اي احنا كي نحكوا على الصيد البحري نقولوا راهو منظومه كبيره من منظومات الانتاج الفلاحي، راهو هو من اكبر المنظومات اللي هو مربوط بالفلاح، فما بالك المنظومات الانتاج الحيواني اللي هي داخل الانتاج النباتي. فهمتني؟ معناها كله مربوط ببعضه، كله يصب في اقتصاد البلاد، كله هو مشاريع منتجه يلزمنا ندعموها. هذا اللي نقوله انا، ما يلزمناش معناها اليوم نشوفوه قرار موجع ونشوفوه معناها باش يثقل ميزانيه الدوله. راهو اليوم يثقل ميزانيه الدوله، وغدوه يربحك في التوريد، وغدوه يربحك في منظومه وطنيه تعمل لك سياده وتنجم تصدر منها. شكرا، شكرا ليك سي يحيى، يعني شكرا ليك، واضح معناها باش لاخص الناس اللي خلطت علينا توا. اذا كان معناتها الفلاحه طالبين بزياده باش ينجموا يحافظوا على ابقارهم، خاطر الابقار قاعده تتباع تمشي للجزائر كما قال سي يحيى، يعني مطالبين طالبين زياده 500 مليم في الليتر نتاع الحليب، سواء جات على طريق الدعم والا باش ترفع في سوم لتر الحليب يعني للمشتري المستهلك. هذا هو دونك الوزاره، وزاره الفلاحه قاعده معناتها قابله الطلب نتاعها، لكن الطلب اليوم واحل في مستوى رئاسة الحكومة. هكا جي وقت الأخبار، نتقابلوا بعد شوية مع إحسان في هذا الصحيح.